بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والتحية طيبة. أما بعد أحبائي، مبادرة الرايات البيضاء أو موكب السلام المجتمعية التي تسعى لفتح طريق الجوبة البيضاء مارب يشغل الشعب اليمني كله خلال آخر 48 ساعة، لأنه هذا الموضوع في مصلحة الشعب اليمني، في مصلحة مواطني كلا الطرفين، هي مصلحة عامة تهم الجميع. إن شاء الله في الحلقة هذه هنوضح لكم الحقائق كلها وإلى أين وصلنا الآن. كثير من الناس بيراسلوني ليش إلى الآن ساكت يا عم أيمن، ساكت في الموضوع هذا، مع أني عملت أكثر من حلقة نارية وطالب فيها بفتح الطرقات، ولكن ما يحدث الآن الموقف حساس جدا، الموقف يتطلب أن احنا نتمهل ونتكلم بشكل واعي عشان الله لا يحمل ذمة أي واحد فينا ولو واحد في المليار من عدم إتمام هذا المشروع، لأنه حتى الآن الموضوع لم ينجح. أي واحد يطلع يقول لك خلاص تم فتح الطريق هو يكذب عليك. آخر تحديث للمعلومات الساعة 11 من صباح اليوم عبر قناة العربية والحدث بتقول لك أنه سلطات مارب وضعت شرط أن يتم فتح طريق فرضة نهم خط الكسارة، حتى الآن لم يتم فتح الطريق. الكلام اللي خارج أنه مارب قالت أنه خلال 3-4 أيام يعني سيتم فتح الطريق لما يتم إزالة الكثبان الرملية. البعض بيقول لك يعني خلونا ناخذ الموضوع واحدة واحدة علشان نفهم إيش اللي حاصل، وأسأل الله أن ينجح هذا المشروع المجتمع يا رب. وعشان تفهم القصة كلها يبقى لازم أحكي لك، لا تنسوا الاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس، اعملوا لنا لايك، ارفعوا لنا ريت هذه الحلقة أحبائي، لازم توصل للناس كلهم ولكل الجهات الحكومية في اليمن. ولا تنسوا الصلاة على النبي في التعليقات، كتب الله أجري وأجركم، ونبدأ على بركة الله وتعالى أحكي لك. أهلا وسهلا بكم أصدقائي. القصة برمتها بدأت بمبادرة مجتمعية أعتقد بقيادة شخص اسمه عمر أو واحد من المسؤولين عن هذه المبادرة، مبادرة مجتمعية تستحق الإجلال والاحترام والتصفيق، وأسأل الله أن يوفقهم في مهمتهم. مبادرة مجتمعية بعيدا عن سلطات صنعاء، بعيدا عن سلطات مارب، بعيدا عن سلطات عدن، بعيدا عن الأمم المتحدة وعن المبعوث الأممي ومجلس الأمن اللي كلهم فشلوا في فتح الطرقات في اليمن، اللي بتؤدي في يعني في النهاية لمعاناة اليمنيين. مجموعة من السيارات سموا نفسهم مبادرة الرايات البيضاء أو موكب السلام، رافعين رايات بيضاء وهينطلقوا من مناطق سيطرة حكومة صنعاء إلى مناطق سيطرة حكومة سلطان العرادة مارب، هيدخلوا إلى مارب. وعشان تفهم القصة كلها، الآن بين صنعاء ومارب عدة خطوط، عرض فتح طريق فرضة نهم الكسارة اللي هو تحت سيطرة حكومة صنعاء، صنعاء رافضة أن يفتح هذا الطريق. عرض فتح طريق صرواح، وهذا الطريق أو صرواح تحت سيطرة سلطة مارب وهي رافضة فتح هذا الطريق، لأن الطريق مباشرة سيؤدي إلى صرواح، أما الطريق الثاني سيؤدي مباشرة إلى فرضة نهم. إذن خط فرضة نهم صنعاء ترفض فتحه، بينما خط صرواح مأرب ترفض فتحه، فجاءت المبادرة لفتح طريق جوبة البيضاء مارب. صنعاء قالت احنا موافقين على فتح هذا الطريق، مارب ايضا قالت احنا موافقين على فتح هذا الطريق وما عندنا اي مشكلة. وبالفعل انطلقت هذه المبادرة. بدأت من فين؟ بدأت من مناطق سيطرة حكومة صنعاء. حكومة صنعاء قالت ما عندنا مشكلة، بل في مناطق كثيرة في مناطق حكومة صنعاء تم استضافة هذا الموكب وضيفوهم في عدة أماكن، وتم تأمينهم بواسطة أطقم عسكرية من حكومة صنعاء. احنا هنمشي معاكم لين نوصل إلى خط التماس، الحد الفاصل اللي بيلتقي فيه الطرفين، وهناك هنسيبكم تكملوا طريقكم. وفعلا حصل هذا الأمر، ووصل الموكب إلى نقطة التماس، أعتقد إلى نقطة اسمها نقطة الفلج. هنا تم إيقافهم لمدة نصف ساعة أو ساعة، لأنه المبادرة رفضت التحرك إلا لما يتم إخبارها من مكتب سلطان العرادة الشيخ سلطان أنه الطريق سالك وأنهم يدخلوا بأمان. وفعلا خلال نصف ساعة أو ساعة قيل أنهم تلقوا المكالمة ودخلوا، بعدين تم إيقافهم حتى الساعة 4 فجرا، واستدعوا 5 أشخاص منهم اللي هم القائمين على هذه المبادرة للتحدث مع القيادة.
اللي حصل بعدين انهم فعلا مش مشكلة اذا في اجراءات معقدة مش مشكلة، دخلوا بعدين الى مدينة مأرب. الكثير من الناس اللي كانوا في هذه المبادرة اشخاص بتخرج من الاعلام من السوشيال ميديا عبر ناشطين بيقول لك انه الطريق في جهة مأرب كان فيه الغام وانه تم حلبطتهم وانهم كانوا خايفين منهم وانهم فتشوا. الكلام هذا حقيقي او مش حقيقي مش مشكلة، اذا كان مش حقيقي فالله يحملكم في ذمتكم ما قلته، واذا كان حقيقي مش مشكلة عادي، في مخاوف لدى الطرفين كل طرف متخذ اجراءات احترازية مش مشكلة نعديها عادي، المهم النتائج النهائية. الوصول الى مبادرات سلام تحتاج الى غض الطرف عن الكثير من المشكلات ايا كان شيء صادفته، كلام حقيقي غير حقيقي، وانا بحاول اتغاضى عن الكثير من الاشياء الان لانه يهمنا النتائج النهائيه. المبادره هذه ماشيه في طريق الخير، الفريق اللي بيروح بشكل محايد عشان يحقق نتائج سلام في النهايه لازم مش لما اي حد يعمل له حاجه يطلع يقول عملوا لي وسووا لي، لا تغاضى ومشي الامور واحده واحده لغايه ما تسعى في النهايه لتحقيق فتح الطريق. ما في مشكله، الناس في مارب عندهم مخاوف مفهومه، بس انا عندي هنا رساله للطرفين، اي طرف عنده الواضح حكومه صنعاء فاتحه وماشيه للنهايه، هي وصلتهم للنقطه هناك بسلام وما حصل اي شيء، بيقول لك انه بعد ما دخلوا منطقه سيطره مارب تم ضرب رصاص عليهم وتعور شاص، الطرف اللي في مارب بيقول لك لا هذه كانت استقبال حفاوة، مش مشكله كان في اخطاء ارتكبها الموكب انهم سبحوا الناس قالوا من الفرزه دخلوا معاهم قالوا ما دام الطريق مفتوح نختصر الطريق، وهذا خطا تداخل مبادرة مجموعة سيارات رسمية يدخلوا هم، ما تسمحوش لأي أحد آخر يرافقكم أو يعمل نكبة أو نثرة. عموما الفريق مشي ووصل لداخل مأرب، هل تم فتح الطريق إلى الآن؟ حتى الآن لم يفتح الطريق، بيقول لك محتاجين 3-4 أيام عشان نزيد الكثبان، والله يعلم إيش ممكن يحصل في 3-4 أيام هذه، وأنا أتمنى أنه يفتح، ارحموا الناس، اتمنى انه يتم فتح الطريق، ولا احد تيجي صنعاء تقول لا نشترط فتح طريق صرواح، ولا من حق مارب تقول لا نشترط فتح طريق فرطة نهم. صنعاء مغلقة فرطة نهم وانت مغلق طريق صرواح، افتحوا طريق البيضاء، الناس تعبت يا جماعة، ومش ضروري حتى لو اي طرف عنده مخاوف مش ضروري تفتح الطريق سداح مداح، كل طرف يعمل نقطة تفتيش رئيسية، نقطة تفتيش على بداية منطقة سيطرة صنعاء، نقطة تفتيش رئيسية، أي واحد جاي من مأرب مش مشكلة يتفتش، ما فيش معاه سلاح، يتأكد أنه هو مش مطلوب على ذمة قضية حقيقية جنائية، يدخل أي واحد من هنا رايح لمناطق سيطرة حكومة مأرب في نقطة واحدة رئيسية يتفتش فيها، ما عنده سلاح مش مطلوب على ذمة أي قضية جنائية أو أمنية يدخل، المهم أنه ما يتم اعتقال الناس على الهوية او على النسب هو مناسب مين ولا على الحزب هو تبع مين ولا على اللقب، هو هذا المهم، مش مهم انه يكون في نقطة نقاط تفتيش او لا، المهم الطريق يتفتح وكل طرف يتخذ الاجراءات القانونية المتعارف عليها دوليا من تفتيش السيارة، تفتيش فيها ما فيهاش مشكلة، اسمك فلان فلاني مش مطلوب في قضية حقيقية، مش تلاكيك وحزبيات وجهويات ومذاهب، ما عليك قضية جنائية يدخل عادي، رأى الناس تعبانة، الناس بالفعل تعبانة، الناس بتيجي عن طرق الصحراء المغتربين بيلف اليمن كلها عشان يوصل في النهاية لقريته أو يوصل لمدينته، ومن الرائع أن نجد لأول مرة الشعب يقوم بمبادرة طيبة وسلمية وتنسيقية لفتح الطريق، وإذا ما تفتح الطريق يجب على عمر والناس اللي معه يطلعوا ويوضحوا مين اللي عرقل العملية، تكلم قول اللي عرقلها فلان الفلاني بالاسم وبالصفة مين اللي عرقلها. الواضح حتى الآن أنه من صنعاء الطريق مفتوح ووصلوا منك، الكرة الآن في ملعب مارب، تطلع مش مشكلة عندكم مخاوف، مارب باقي فيها مديريتين يعني اللي هي تحت سيطرة الحكومة، مش مشكلة يكون عندك مخاوف، مش مشكلة تطلع تقول احنا هنفتح لكن بشرط هيكون معنا نقطة رئيسية في نقطة التماس هذه يتم فيها تفتيش، مش مشكلة، بس بنية صادقة انه لا يتم اعتقال اي احد على هويته او نسبه او توجهه او مذهبه او اي شيء، وكذلك صنعاء تلتزم بهذا الشيء. في اخبار طالعة الان في السوشيال ميديا انه العرقلة حتى الان من حكومة مأرب، برضو لن نتحدث فيها ونتغاضى عنها، المهم النتيجة النهائية، وانا لازلت بقول بشكل واعي انه اي طرف عنده مخاوف واذا انتم محتاجين 3-4 ايام مش مشكلة،
مش مشكلة، المهم تكون النية من الداخل صادقة ان احنا في النهاية نفتح هذا الشيء. اذا محتاجين ايام تتعاملوا مع مخاوفكم مش مشكلة، بس افتح الطريق في النهاية. الان حكومة صراحة احنا شفنا عز الدين عامر، نصر الدين عامر كان موجود هناك وقال احنا فاتحين من طريقنا وتم ازالة العوائق واي حد حابب يجي يجي. طيب الكرة الان في ملعب حكومة مارب، بصراحة انا اتحدث بدون تحامل او غضاضة على صنعاء او على مارب. صنع بلادي ومارب بلادي وعدن بلادي وصعدة بلادي وعمران بلادي وزبيد وحضرموت وتهامة وذمار وإب وكل المدن اليمنية بلادي. مصلحة الطريق لا ينصب في صالح حكومة صنعاء أو ينصب في صالح حكومة مارب، ينصب في صالح المواطن إحنا، وخلوا المواطن يروح ويجي بسلاسة واتخذ إجراءات أمنية المتعارف عليها دوليا في طرق السفر مش مشكلة. وياريت تفتح هذا الطريق رسميا، الكل يروح ويجي خلاص. ولما نفتحه يا ريت تتفتح برضو القلوب لبعضها ونتخلص من الأحقاد ونتخلص من النثرات اللي بيننا ونبدأ نحل المشاكل شوية شوية. والله العظيم دائما أقوله، اليمن تتسع للجميع ولا يوجد حل حاسم في اليمن إلا السلام النهائي، وأن الأطراف كلها تقعد على طاولة حوار بقلوب صافية ونصل إلى نقاط مشتركة. ودائما أقول لكم لو ركزنا في النقاط المشتركة اللي بيننا أكثر بكثير من نقاط الخلاف. مش معقول أوروبا بعد المذابح الأوروبية، أوروبا تلاقي دولة ملحدة ودولة كاثوليكية ودولة أرثوذكسية ودولة يعني بينهم مذابح الأوروبية، يرجعوا للتاريخ الأوروبي في النهاية لقوا نقاط مشتركة وفتحوا الحدود، لغوا الحدود ولغوا الجمارك ولغوا العملة، وحدوا كل شيء بجواز أوروبي. شنغن تدخل أي دولة أوروبية تكون أنت واقف هنا أهلا بك في إيطاليا، وهنا على بعد مترين أهلا بك في أي دولة ثانية أوروبية تدخل عادي. وإحنا اليمنيين جلدة واحدة، دين واحد، لغة واحدة، عقيدة واحدة، أرض واحدة، تاريخ واحد، نبي واحد، إله واحد، قرآن واحد، ومش عارفين نلقى نقاط مشتركة بيننا. عارف أن المشاكل السياسية معقدة في اليمن، عارف، ما بقول لكش يلا تعال نقعد ونحل، عارف أن الأمور معقدة بشكل لا يمكن تصوره. 10 سنوات من التعقيد لن تحل في يوم ويومين، بس نبدأ شوية وشوية، كل واحد يبدر يورينا بوادر حسن النية ويفتح الطريق من طرفه. صنعاء الآن فاتحة، التصريحات الرسمية فاتحة، نصر الدين عامر نزل وقال فتحنا الطريق وأمننا الموكب حتى وصل إلى الحد بين الطرفين، الطرف الثاني يفتح. حتى البعض في هناك بيقول لا دخلوا كثير، المبادرة 16 سيارة ولقينا ناس كثير جايين ودخلت سيارات مش مشكلة، عالجوا الموضوع هذا وحلوه. في ناس في الطرف هنا بيقول لك لما دخلنا ضربوا علينا رصاص والطريق ملقم، إن كان الخبر حقيقي برضو تغاضوا عنه وعالجوه، كل شيء تعالج. ما تتوقعش انه من اول 5 دقائق هذا يفتح وذاك يفتح وتدخلوا تلاقي الامور بيستقبلوكم بالمهلبية. نتغاضى عن الأشياء هذه وركزوا الآن في النقاط المشتركة الإيجابية عشان يتفتح الطريق في النهاية. حكومة صنعاء الآن قالت الطريق من ناحيتنا مفتوح وأمننا ووصلنا الناس وأزلنا الحواجز، شكرا لحكومة صنعاء. باقي حكومة مارب الكورة في ملعبها، أتمنى منكم إنكم تفتحوا الطريق بعدين هنوجه لكم الشكر الجزيل. لا تخلوا هذول الناس يدخلوا ويخربوا. أي إعلامي شاف حاجة شاف مشكلة من هنا أو من هناك اسكت، تغاضوا عن كل شيء لآخر لحظة يفتح فيها الطريق. إذا الطريق ما تفتح بعدين كل واحد يطلع يقول اللي شافه. خلوا الله يدبرها ونشوف إيش اللي يحصل إن شاء الله، ونأمل خير في كل الأطراف ونأمل خير في حكومة مارب إنها فعلا خلاص تعلن إزالة كل الكثبان الرملية وإنها فتحت الطريق يا رب، ويكون الطريق رايح جاي بسلاسة والمواطنين بدل العذابات في الصحاري يمروا ويجوا بشكل آمن. نأمن على عيالنا، على مكالفنا اليمنيات، على أبائنا اليمنيين اللي جاي من برا اليمن اللي راجع يسافر للغربة كذا، يكون الطريق آمن وما يدخلوا ناس يخربوها. حتى أراكم في حلقة أخرى، هذه لكم مني تحية، أنا أيمن القاسمي، دمتم بود وسلمين جميعاً.